عمرين زمن. عايزين نوضح لكم خبر، وخبر ده بالمناسبة إنه هو عاجل يعني، وأتمنى إن أي إنسان يسمع الرسالة حقتي دي يعني أنت أرسلها قبل ما تسمع، أرسلها للجروبات لأخوك لأي إنسان عشان الناس تعرف الحاصل بالضبط شنو يعني. الحاصل بالضبط شنو؟ في خبر بيقول إنه بعض من قادات الحركات المسلحة دي الناس سلام جوبا سافروا إلى أمجرس وعملوا اجتماع في أمجرس، وبعدها طلعوا من أمجرس وفاتوا أمجمينة وعملوا اجتماع في حي درمان، وأكبر حي أمجمينة تابع للحركات المسلحة وأهاليها. فبعد ذاك في الاجتماع ده ذاتي قاموا بتجهيز أكثر من 300 عربة مدججة بالسلاح، والسلاح ده سلاح الحكومة. بعد ذاك العربات قامت اتقسمت لاثنين، منها 200 اتجهت الى بشة، والكلام ده يوم الاربعاء يا ناس بالضبط كده، يوم الاربعاء اتجهت الى بشة، والمية اتجهت الى وادي خلا واتمركزت في معسكر وادي خلا. طبعا يا شباب المعسكر بتاع وادي خلا ده بيجمعوا فيه عدد كبير جدا من ابناء القبائل اللي دائما قاعدين يسوقوا فيها خطاب انه توحيد زرقاء وغيرها. وبالمناسبه انه خلينا انا اذكر البعض من المسميات، انه المجتمع او القاعده في المناطق ده، وما يعني الناس كده فهمت يعني انه انا قاصد شنو يعني. وده دي الفكره بتاعت تجمع زرقاء وما زرقاء وكده يعني. والان الناس دي قاعدين يدربوا الناس دي من اجل شيء واحد فقط يعني، من اجل الهجوم على منطقه تندلتي وبيرسليبه. المهم الناس اللي قريبه من الاماكن دي خليها تكون جاهزه، انه الكلام اللي قاعدين نقول فيه ده حقيقه مجرده تماما من اي كذب ونفاق، وامسك مني الكلام ده بنسبه 100% يعني. الميتين كروزر اللي كانت حركت للبشر الان وصلت شمال ابو نبق. ابو نبق ده تقريبا يعني هو رهد الحاجة بالشكل ده، قريب من رهد اندورا في الحدود. وبالمناسبه الناس تواصلت مع غادات كبيره من حركات النهب المسلح في دارفور، ومن ضمنهم من ضمن الغادات دي عبد الله جنا وبعض قيادات طير حجر وغادات من مناوي، ودي معلومة مؤكدة يا ناس بنسبة 100%. الحاجة دي عشان مؤكدة برضو في تنسيق تاني برضو، المكتب بتاع مناوي في نجمينة عنده حكاية بتاع 70 كروزر أو أكثر. المهم تحركت العدد بتاع 70 كروزر دي، 70 عربة، والعربات دي بالمناسبة توقفت في الحدود الآن. الآن هي واقفة في الحدود عشان تقدر يعني تعمل كوميونيكيشن او تعمل تواصل مع القوة الثانية عشان يقدر يحددوا نقطة اللقاء يعني، نقطة اللقاء حقتهم. والخطة حقتهم كانت واضحة، وهي اصلا هم حددوا مناطق الاستهداف بصورة واضحة وصريحة، وبعد ذاك المناطق بتاعتهم الحددات دي أبو جداد وأبو عرد وأم دكوم وتقريبا مناطق أخرى يعني. وبالمناسبة برضو في اجتماع موثوق تماما بين جنرالات حركة النهب المسلح وجنرالات قوات التشادية في نجمينة، والكلام ده كله يا ناس داير تماما في الموضوع بتاع نفند شوية واحدة واحدة عشان الكلام ما يبقى لي كثير. بيقول انه في حركات التابعه حركات المسلحه الوقعت في اتفاقيه جوبا في امجمينه، وعندهم محله وقعدوا فيها واتفقوا فيها مع الجنرالات التشاديه، ويتحركوا في 300 عربيه وفي 70 عربيه، وما عارف حدد نقطه لناء التلاقي هناك عشان يتلاقوا مع بعض، وجريد يضربوا النادر وجايين وبتاع والتفاصيل ده. انا الخص لك الموضوع ده كله، قول الكلام ده صحيح،
اللي هي الاتحاد الاوروبي جد شال سلاح اينك يا تاجر دعم لاوكرانيا ضد روسيا. تشات يا اختي بلادي، اكتب تشات يا اختي بلادي. ما احنا من امس امس ذاته انا ردمت النازل ويوميا قاعد اردمه ليه وفي لايفاتي، لانك انت ما وقفت معنا، ما وقفت مع الغلبان والمسكين والضعيف. لا وما بنرفع عليك القبعات، لا من شنو، لا من تجي يا ووريتكم قبل كده، لا من تجي تعمل كام باك وترجع لمسارك الصحيح وتطلع من الجنجويتي وتضرب الجنجويتي حتى بعد ذاك نرفع عليك القبعات. دي نقطه مهمه جدا، ده واحد. احنا ما عندنا معك مشكله شخصيه، لكن انت طول ما قاعد مع الجنجويت انت ضد دارفور وضد الشعب الغلبان وضد السودان ذاته، كل كقول كده، انت قاعد مع الجنجويت معناته انت ضد. كون الحركات المسلحه قبل كده طرحنا لهم الفكره، قلنا لهم انتوا لو دايرين تكسب اصوات الشعب ده ودايرين سبورتي، هاي موضوع بسيط، موضوع بسيط، طوالي تعالوا اخبطوا الجنجويت دقوا شتتوا، بكره الشعب بقيت معكم. فلنفرض انه الكلام ده صحيح، اتحاد اوروبي دعم لاوكرانيا ضد روسيا، مشكله وين؟ تشاهدين الاوروبيين قاعدين الهواء مباشره مع امريكا، شالوا السلاح ادوه لاوكرانيا قال له افجعوا الروس. موضوع بسيط، تشاهد يا اختي بلادي اللي ادينا سلاح، المشكله وين؟ لكن في كلام خطير قدام، نمشي بتاع ابو عرديب او وادي عرديب. الناس تعرف الكلام احنا قاعدين نقوله ده، انه دي حقائق الناس لازم تعرفها والناس تكون ساعية. عندنا رسالة بأمانة يعني دارين نوجهها من هنا للقوات المتمركزة في الحدود، قوات المسلحة ولجنة أمنية والدعم السريع وغيرها، شرطة فيدرالية وغيرها، لأننا نحملهم مسؤولية أي إنسان. أسمع الكلام ده كويس، نحملهم مسؤولية أي إنسان، أي إنسان يعتدي على أي قرية أو أي بادية أو أي منطقة من المناطق اللي مذكورة عليها، وأي إنسان يتجرأ إن يهبش منطقة من المناطق دي، من هسي كل أبناء الشعب السوداني يكونوا عارفين. لذلك إنه لابد إن الرسالة تصل يا ناس، أرسل الرسالة دي وشيرها، الرسالة دي لازم تصل وتصل مناطق بعيدة جدا وأماكن بعيدة جدا، عشان لو بكرة حصلت حاجة ما في انسان يفكر انه ينمطنا انه انتوا قتلتوا الفلاني وشردتوا الفلاني ودخلتوا الفلاني والكلام الكثير اللي قاعدين الناس تسمعوه ده. ده استهداف واضح، استهداف محلي نقطة مهمة جدا، لانه لو انا خليتها مشهد كثير معناته برضه هنساها. دي نقطة مهمة جدا. انا امبارح لما جلدتكم زي ده ما جلدتكم من فراغ، ما انت حمام ميت، انا ما داير اشتغل لايف بعد دقوق، لا 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 لا، انا بنبه حق قبال بيفجعوه، لانه عشان ما عشان انا هنا طاقاتنا دي محتاجين، لا لسه في شغل ثاني قدام بعد التحرير، عديل الارض في تنميه وفي استقرار وفي 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 تعليم وفي برامج. اللايفات دي ما بتقف هنا بس، ما بتقف في موضوع السلاح والتحرير وبس، لا لا لا، الناس تشير اللايف ده بقدر ما تقدر. عشان انا نقطه مهمه جدا خليني افندها، قال لك ده استهداف واضح جدا، وبعدين الناس ما يجي يبكوا يقولوا شردونا ولا ضربونا. نقطة مهمة جدا، معناته الناس دي لو الكلام ده صحيح، في عربات مرقت من تشات وجا ضربت أي منطقة، ومن حقهم طبعا، من حقهم إنك أنت شالوا لك زرق، من حقك تفجخ شفتها تطلوه من زرق. لكن شوف النقطة مهمة جدا إخواننا هناك، أوي المساليد الإرقة، عندك الداجو، عندك الفور، عندك كلهم جد بجميع مسمياتهم كويس، لأنه القبائل كثيرة، تحياتنا لكم كلكم. الناس دي لو جزء من أبناء الزغاوة ردوا أراضيهم، معناته كلام الزول ده بدقوكم من طرف، وانتوا عارفين الجنجويد حبشوهم هناك معناته بدقوكم، انت خليك جاهز، وخليك جاهز ما معناته انت خليك جاهز تسمع بس هناك قاعدين ديلك قاعدين يندقوا بيقادي وانت تنوم، لا لا، انت ذات تضرب، ما بيجاملوا، ما بيجاملوا، والله يكذب الشينة والكلام ده خليه بس الله يكذبها، لكن لو بقى صحيح لو ما ضربوكم سجل الليله يوم التاريخ ده، سجل التاريخ ده، خليه يحصل اي مشكله، وركز في كلام الزول ده كويس، كان ما ضربوكم ايدكم ما تدوني. طيب شوف ركز، انا اكرر لك النقطه دي نقطه مهمه جدا. اجراءات قوات التشاديه في نجمينا، والكلام ده كله يا ناس داير تماما في الموضوع بتاع ابو عرديب او وادي عرديب. الناس
تعرف الكلام احنا قاعدين نقوله ده انه دي حقائق الناس لازم تعرفها والناس تكون ساعية. عندنا رسالة بأمانة يعني دارين نوجهها من هنا للقوات المتمركزة في الحدود، قوات المسلحة ولجنة أمنية وقوات الدعم السريع قوات الدعم السريع.